عسلامة ومرحبا. مرحبا بيك عايش اختي. تعرفوا عليك؟ عايش بنتي ولا عايش اختي؟ هي كيف كيف هي. تعرفوا عليك؟ لطفي الفرشيشي ناخذ في الوطنية واحد. مرحبا بيك سي لطفي نتشرفوا. حبينا نحكيوا على الترانسبور. ترانسبور برشا مواطنين يعني وكل يوم ترانسبور يعني اللي مش يخدم اللي مش يقرا اللي عنده مشاغل معناها باش يقوم بها. قال لك نعاني ومعاناة كبيرة. الترانسبور ما نحكي لك. بنتي حموم الترانسبور. انا يومين ناخذ المترو ريتا حموم تطلع مخلطه المترو كل 7 دراج 8 دراج والعباد تبدا تستنى يوميا. يلزم واحد يخرج 5 تاع الصباح باش يخلط بكري. هذه كل يوم راهو معناها مترو كي يبدا 8 دراج يعني في عود يهز 100 يهز 300 كي يقعد 8 دراج لاري تتعبى هذه تعبى واللي بعدها واللي بعد يجي من سليمان كاهية للدندان مبلع على الاخر ثم اللي يبدا ساعة غير ربع يستنى ريتها وما يلقاش ركوب يوصل باب العسل بيبان محلولة اي محلولة البيبان اي كل يوم هذايا بنتي والله كل يوم لكن بيبان محلولة هذه مسؤولية شكون؟ مسؤوليه الدوله ذي خاطر بيبان محلوله نورمالمون ما يخرجش المترو ولا كيفاش شباب كل يوم معلق في الباب اي ذي انت تحكي راهي مسؤوليه الدوله ذي وفروا المتروات كل 4 دراج مترو به تو ما تلقاش البيبان محلول امنتي كي كل ساعه مترو فهمتني والعباد تبدا بوبيلاسيون برشا فهمت تولي الناس كل تحب تطلع والناس كل تحب تولي تمشي تخدم والناس كل ما عجبك حاصيل واحنا نعيشوا في ترانسبور جحيم وفهم انا عطيتك سجية جحيم يوميا تعب الترانسبور راهو اكثر من تعب الخدمه واكثر من تعب القضيات واكثر من تعب الاوراق في تونس في الحياه الاجتماعيه الشعب التونسي يعاني 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 فمعانيه ما نحكي لكش اقسم بالله يا ترانسبور مرار انا احكي يعني الترانسبور يخلي الشخص اللي ماشي للخدمه يتعب قبل ما يبدا لا يتعب يتعب ثانيا هو التعب اي هو مورا المو يخلط تعب فهمتني ويخلط مو نهار كيفاش باش يعطيك البليس في الخدمه ما يعطيكش فهمتني زيد يوصل الروتار وزيد يوصل الروتار هذا قلت لك راهو اللي يحب يخلط بكري لازم يقول يقوم 5 تاع الصباح معاناة وتطلع بنيات صغار ورجال كبار واختلاط وحصيل مرار وكهو وانا عطيتك من الاخر مرار وراس بنتي مرار والله بخلاف الاكتظاظ وبخلاف الروتار هل فما مشاكل اخرى في ترانسبور؟ ثم برشا حاجات كل يوم العرق والمشاكل يوميا العرق والمشاكل وش بيك دزيتني وعلاش ما دزيتنيش وش بيك انت طلعت وانا ما طلعتش والالتحام بين الناس والذكوره بالحق راهو كي راهو بنتي نحكي لك راهو هذوما العبد يحط فلوسه في التاكسيات راهو يوميا انا نعيش فيهم راهو باش نحكي لك علاش باش نخبي عليك تلامذة صغيرين 16 و17 و20 سنه يطلعوا مع رجال وشياب وعزيز كبار وحصيل باش نحكي لك وكاهو ما عندناش الشوا هذاك هو نورمالمون الدوله راي هي اللي توفر المتروات كل 4 دراج مترو وراس بنتي ما يصيرش الشيء هذايا والبيبان تقعد محلوله والبيبان تتسكر امورها مريق اما انت كي تخليني ساعه انا نستنى في ياري بربي وزير النقل امان وزير النقل قل له نهار يجا اللاري تاع مترو ويجا استنى امان كيفنا فما حاجات اخرى توا نحطوا المسؤولين على جنب احنا كمواطنين وخاصه الشباب الصغير مساهم في تكسير معناها الاسطول النقل اي ليه لا مساهمين مثلا كي نلقاو احنا شباب صغار راكب في اخر المترو والمترو يمشي نورمال جينيراسيون الكل هكاك توا المكثريه بنتي جينيراسيون الكل هكاك يشدوا البيبان يخلعوا يكسروا البلار عادي نورمال عندهم فهمتي وما في بالهمش اللي احنا رانا نخلصوا فيها احنا البيات هي اللي تخلص فهمتني كان جاء فاهم ويعرف ما يكسرش هذاك ملك الدوله
وذاك موش ملك الدولة، ذاك ملك الشعب بنتي، هذاك فهمتني، هذاك ملك الشعب احنا نخلصوا فيه، خاطر احنا نطلعوا فيه كل يوم، احنا نسافروا فيه باش نمشي ونخدموا. هاي شنو الحلول اللي تراها مناسبة مسيو؟ شنو الحلول اللي تراها مناسبة؟ ترانسبور كاو وفي السبيطارات ما نحكي لكش، لا لا من غير ما نحكي لك، خاطر شيء يوجع القلب في السبيطار. في السبيطار رجل كبير يعطيوه رونديفو بعد 6 أشهر، تشكون قال لك هذاك مازال باش يعيش الرجل هذاك؟ تي رجل كبير، تي علاه تي ماهو جاي؟ تعطيه على الاقل 15 يوم 20 يوم، شنو تعطيه؟ تي الرابطه كامله فيها سكانر واحد يا رسول الله، كل يوم مئات الالاف تعدي، مئات الالاف. ثم ناس راهي تجي من قابس وتجي من صفاقس باش تعدي في الرابطه وشرنيكول، ويبدا رجل كبير، تي باش يتحمل لك 300 كيلومتر لصفاقس وتجينا، ومن بعد تعطيه رونديفو 6 أشهر، تي عاش هو 6 أشهر، ما وشكون قال لك انت باش يعيشهم 6 أشهر هذوك؟ تي معقول هذاك كل يوم بنتي رانا نعيشوا فيه الشيء هذا؟ والله حاسيلو كي ما تلقاش ترونسبور شنو تعمل؟ اه؟ كي ما تلقاش ترونسبور شنو تعمل؟ ما لقاش ترونسبور فاش باش نمشي ناخذ تاكسي؟ اه؟ يا ما عنديش، اشترى الشعب التونسي ما عندوش حق. خاصة أنك أنت تسكن بعيد شوية معناها. اه؟ تسكن بعيد شوية. إي نسكن بعيد شوية، أنا نمشي نصرف 10,000 تاكسي باش نمشي ناخذ. اه؟ يا ما عنديش أنا باي 10,000. باي أنا سيدي جيت عندي 10,000. اه وغيري ما عندوش. اه وزوالي مسكين يعلم ربي بحاله ما عندوش. إيش شنو اللي يعمل؟ يقف يقف ما عادش ما يمشيش يخدم. ساعات نجمو اضراب نتاع نقل، شنو تعمل انت في الوقت هذاك؟ ما ثماش الشواء ما نمشيش طبعا يا اخي، فاش باش نمشي انا هاني قلت لك انا عندي مثال 10,000 باش ناخذ بها تاكسي باش نمشي الخدمة، باهي غيري هاو ما عندوش شنو يعمل؟ وكا هو هذاك. خلي لك الكلمة الأخيرة مسيو، شنو تحب تقول بخصوص الموضوع هذا؟ كلمة برك، إن شاء الله ربي يصلح أحوالها البلاد هذه، وكا هو إن شاء الله ربي يصلح أحوال، هذاك أحسن دعوة باش أهم معناها الحاجات معناها في البلاد هي ترونسبور. ليه برشا حاجات؟ ليه؟ خلاف نحكيو احنا هوني نقطة، احنا نحكيو على ترونسبور. هي من أهم الحاجات اللي نحكيو عليها. أما هما ثلاثة حاجات، الباز في الدولة، الصح والترونسبور والتعليم. هذوما يلزم ثلاثة هذوما يتصل. مربوطين ببعضهم. هذوما الكلهم أون باراليل يمشيو مع بعضهم. يعطيك الصحة يا مسيو. إن شاء الله نهاركم زين. شكرا. بنتي خويا ربي.